فكرت في الانتحار أكثر من مرة، نعم أم لا؟ لا. ليه فكرت أنت عم تجاوبي؟ علشان الموضوع بيستوقفني لما بلاقي فنانين كتير ماتوا منتحرين. ما فكرتش أنا فيه، لأن أنا دماغي عمرها ما تفكر بأي حاجة حرام كده. لكن كنت بسرح قوي انه ليه كتير فنانين، بص قد ايه بيبقوا تعبانين نفسيا، بص قد ايه ممكن يوصلوا لمرحله ان هم يعني قدرتي تتفهمي لو ما كنت موافقه، قدرتي تتفهمي لماذا انتحروا؟ الشهره بتعمل ايه؟ فن بيعمل ايه في دماغك؟ بتجنن الممثلين. اه والله العظيم. ليه؟ لا بصي يعني مش قادره اقول لك بيوصل لمرحله. انا عن نفسي معديه بقى جنون جنون. اه يا عيني يا حرام، مش مظبوطه. طب ليه بيحصل ايه في التركيبه؟ يعني بيكون انسان صاغ سليم وبيشتغل وكويس، بيكون بقى بيخش ورده مفتحه كده بعد كده تلاقيه بقى يا عيني حاجه. لا بيتغير في كل يعني في حاجات كتير، وبيشيل هم وبيبقى متوتر وبيبقى خايف وبيبقى حاسس بعدم امان وبيبقى حاسس بانتهاك حرمة حياته وانتهاكه هو شخصيا الحقيقة، يعني برضو عشان بس لا هي شغلانة على قد ما فيها الحلو على قد ما هي بجد بتتعب الإنسان جدا جدا. تعرف يا ماي ناس بتحسدكم، ناس بتحسدكم. ما أنا عارف ما يعرفوش ما يعرفوش إيه، ما يعرفوش إحساس مثلا إنه تبقي الناس بتعاملك زي كأنه مثلا انت السبب في الحاجه، لو فشلت يبقى طريقه الهجوم وطريقه الشتيمه وطريقه المعامله بتبقى وحشه جدا، ولو نجحتي طريقه المعامله بتبقى حلوه جدا. طب ما هو ما في نص، ما فيش بالراحه، ما فيش انه يتقال لك حتى النقد بطريقه حلوه، في انه هو ممكن اي حد بالنسبه له تيجي على دماغه ان هو يشتم ممثل يشتمه. ايه ده يعني ايه؟ ليه يعني ما عملش حاجه توصل لدرجه ان انت تشتمه شتايم وحشه بالشكل ده؟ انت اتشتمتي؟ يو يعني مفيش ممثل على وجه الارض عمل حاجات كويسه او ما عملش حاجات كويسه ما بيتشتمش. انت اتشتمتي على ايه؟ موضوع ايه؟ كل حاجة. لا كل واحد بيبقى ليه طريقة، يعني مش لازم يشتمك على موضوع بعينه كده. اه لا لا في واحد بتلاقيه معدي بيمشي يقوم ماشي راميله كلمة كده فبس. الحمد لله برضو هي فيها ميزة، لما الممثل بيوصل لمرحلة جماهيرية كبيرة بيبتدي يتكون له من غير ما هو يحس زي رابطة كبيرة جدا، عناصر دفاع. يا نهار اسود على اللي بيعملوه في اللي بيقول كلمه. ودي بتبقى لحظه حلوه، لانك بتحسي انه ايه، ان الممثل ساعتها بيحس ان ليه ظهر، ليه سند، وزي ما ليه الناس اللي ما اللي عايزه تضايقه من اللاف لله او بدون ما يبقى عمل حاجه بعينها او بيظلموه، زي ما في اللي واقفين معاه وما بيحبوش كلمه ان شاء الله ايه عليه.